تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري في النهار، حار على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد. هنروح مع حضراتكم دلوقتي لاستعراض لدرجات الحرارة اليوم في عدد من المحافظات المصرية. تنضم إلينا الآن عبر الهاتف الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. دكتور منار، صباح الخير على حضرتك، ودايما بيبقى عندنا عدد من الأسئلة متعلقة بالطقس. صباح الخير طبعا على حضرتك أستاذة دعاء، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين، تحت أمركم دايما. صباح الخير على حضرتك. دلوقتي درجات الحرارة بدأت في الانخفاض إلى حد ما، لكن نسبة الرطوبة حتى احنا حاسين بيها، يعني من غير حتى ما نقرأ الأخبار المتعلقة بالطقس بنحس بنسبة رطوبة مرتفعة، هتبدأ في الانخفاض امتى؟ بالفعل يمكن احنا بدأنا نشعر تدريجيا بتحسن في الأحوال الجوية، خاصة ان درجات الحرارة بدأت تنخفض، لان معظم الكتل الهوائية اللي بتأثر علينا كتل هوائية قادمة من على البحر المتوسط مع امتداد مرتفع العروض الوسطى، كمان في امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، ده بدوره بيعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة خاصة فترات الصباح، فبيساعد على تلطيف الأجواء والحد من تأثير أشعة الشمس. لكن بالفعل نسب الرطوبة خلال فترات النهار بنحس بيها، ويمكن هي اللي بتعلي إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة بحوالي من درجتين لثلاث درجات، لكن تدريجيا مع يعني اقتراب فصل الخريف هنبدأ نحس بيه، يعني نسب الرطوبه بدات تنخفض، كمان مع نشاط الرياح اللي بيبقى دايما موجود فترات المساء وساعات الليل بيقلل احساسنا بنسب الرطوبه او بارتفاعات نسب الرطوبه، فبعض الايام اللي هيكون فيها نشاط رياح هنحس بنسب رطوبه اقل، وتدريجيا ان شاء الله مع بدايه فصل الخريف هنبدا نحس بانخفاض نسب الرطوبه. نعم، احنا بالفعل يمكن من يومين او ثلاثه كان بدا يبقى الجو بالليل مختلف تماما، يعني بدا يتحسن بشكل كبير. السؤال بقى اللي بيطرح نفسه، امتى هنبدا نقول يستحسن اللي خارج مثلا بالليل ياخد معاه جاكيت على سبيل المثال، وخاصه اللي عنده اطفال في سن صغير، لان درجات الحراره بالليل ساعات بتكون مختلفه تماما عن بالنهار، ده اللي احنا وصلنا له دلوقتي مش كده؟ مش دلوقتي، ان شاء الله مع فصل الخريف هنبدا نشعر باختلاف كبير وفرق كبير بين درجات الحراره فترات النهار وفترات الليل، وهنحس بالبروده في فترات الليل، لكن مش دلوقتي خالص، احنا لسه فترات الليل بالفعل بدانا نشعر فيها بتحسن، الاجواء فيها اجواء معتدله. لا انا مش بتكلم ان احنا دلوقتي محتاجين فعلا يبقى معانا حاجه تقيله الوقت بالليل، لكن انا بتكلم ان احنا بدانا ندخل في مرحله ان في فرق الى حد ما، يعني بالليل الجو مختلف الى حد كبير. بالفعل دلوقتي الاجواء مختلفه، لان كمان فترات الليل بيبقى فيه نشاط للرياح بيساعد ان احنا نحس بنسب رطوبه اقل، وبنحس بانخفاض في درجات الحراره فترات الليل وفترات الصباح الباكر، ده تحسن في الاحوال الجويه هيستمر معانا على مدار الاسبوع ده والاسبوع القادم، وكمان تدريجيا مع فصل الخريف زي ما قلنا في الاول هنبدا نحس فترات النهار وفترات الليل بالتحسن في الاحوال الجويه. نعم، دكتور منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، جزيل الشكر لحضرتك.